السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي متابعي القناة. اليوم راح نتحدث إن شاء الله على الماطور 134 اللي هو الكبرسر ضغط الثلاجة، والنوع الثاني R600. هذا النوع اللي هو يسمونه صديق البيئة، الغاز ما يشتعل، وهذا النوع الثاني اللي هو الغاز الاعتيادي اللي ما يشتعل اللي هو 134، ويكون الليبل ماله بهذا الشكل، القراءات مالته، والإشارة الآر هي 134 اللي موجودة هنا، وتكون إشارة الضغط الثاني الآر 600 موجودة هنا بهذا الشكل R600. هذا هو اللي يسمونه صديق البيئة، اللي بداخله غاز شعال. الآر 600 ما له غير طريقة واحدة تشغله، اللي هي عن طريق الانفرتر، هذا لأن هو محرك بداخله محرك خطوي، ثلاث ملفات مربوطة الرؤوس كلها على ربط واحد، ملف واحد طالع من عدة ثلاث خطوط، الثلاث خطوط يحرك عقل يبدأ بالتناوب بين ملف وملف. الغاية من عدة أول شيء اقتصادي بالكهرباء، وبعدين تتحكم بالسرعات مالته حتى يضخ الغاز بالتبريد اللي تريده، درجة التبريد اللي تريده. مخطط هذا الكابس الكبرسر الانفرتر يكون بهذا الشكل، تكون الملفات كلها مربوطة الرؤوس مالته بطريقة واحدة، والمخارج مالته اليو والفي والدبليو هي راح تروح لمن للعقل اللي يحرك لنا المحرك الخطوي اللي موجود اللي هو الكارت الموجود. بينما الضغط الثاني هذا الكبرسر 134 يشتغل باربع طرق موجوده، نقدر نشغلها هسه باربع طرق. الماطور الاثنين هذين الكبرسرات هي ثلاثه، بين ثلاث مداخل موجودات، هذا الكبرسر ب3 وهذا الكبرسر ب3، كلها نفس المكان نفس الترتيب، لكن هذا قلنا ثلاث طرق للتشغيل. الطريقة الأولى، قبل لا أفحص هذا الكبرسر لازم أتأكد من الملف ماله، الملف ماله بيعطل أكو حرق بالملف لو ماكو، وراح أتأكد من الضغط ماله، مال الضغط يفيدني إذا شديته للثلاجة لو ما يفيد. فبداية شلون نعرف هذا؟ أكو بهو ثلاث أطراف موجودة هنا، الثلاثة بنذني عبارة عن ملفات، ملف من الكم الفوق رأس الهرم لليمين، والملف الثاني هو من رأس الهرم لليسار. المخطط ماله يكون بهذا الشكل، الكم هذا يجي واحد من الاسلاك يدخل مباشرة على الكم اللي هو رأس الهرم هنا موجود، هذا النبلة الفوق البن اليمين الار هو الرنينج، هم يجي سلك مباشر واللي هو اكثر قراءة هنا موجود، وهذا الستار اللي هو تجي الكهرباء، يا اما تعطي كهرباء وتقطع، يا اما تعطي بالستارت الحجري او بالمكثف، المهم هاي جهة الدوران هو الستار هذا. فذني ملف منا موجود وهذا ملف موجود، اثنين مشتركات بالكم، وهذا الاس هو للدوران وهذا يجي مباشر كهرباء مباشر. هسه راح نوضح عملي ونفتهم الربط. نحضر فولت ميتر ونخليه على الدايود او البزر بهذا الشكل، هنا افحص الكم اللي موجود فوق ويا الطرف اليمين، طلعت عندي القراءة 14 بهذا الشكل. الجهة الثانية افحص القراءة مالتها 46، 14 و46 60. المفروض لما افحص الاطراف الجوة اللي هي الرنينج والستار لازم تطلع عندي 60 بهذا الشكل، حتى اعرف الملفات ما بها اي غلط او مشكلة. القراءة 60، الملف ما بشي. طبعا هذا النوع ينطبق على 134، لكن الار 600 لا، يختلف القراءة مالته وفحص الملفات اللي موجودة. فحص الملفات هي كلها بالتساوي تجي، يعني اذا اريد افحص بين ملف الكم وبين الار ينطيني 9، الجهة الثانية ايضا ينطيني 9، الجهة الثالثة ايضا ينطي 9، كلها نفس القراءة، كل الملفات نفس القراءة. هذا الار 600، لكن الار 134 القراءات مالته يكون الرننج المقاومة تكون أقوى، واليسار تختلف وتجمعهن اثنينهن تطلع عندك الناتج بنهاية أطراف الملفات. بهاي الطريقة عرفنا أنه ما بيشي ونقدر نعطي كهرباء ونفحص ونشغل. اللي طلع عندنا بهذا الشكل، طلع عندنا هذا الملف بين الكم وبين الار 14 اللي هو مقاومته تكون أعلى، وبين الكم وبين الستار 46، الناتج هو 60، مجموع الار والاس إذا فحصناه يطلع 60. الفحص والقراءة مالت الكبرسر. هسه طرق الربط، تكون طرق الربط أربعة. الطريقة الأولى هي عن طريق شطل، تسوي شورت أو نمطي ستار للستار، نمطي نقرة ونشغل.
يعني بهذا الشكل نركب على الكم هنا كلبسة عادية نركبها بهذا الشكل، ونركب على الرننج اللي هو مقاومته تكون أعلى بهذا الشكل. بقى عندنا بس الستار، الستار راح نعطيه نقرة. اشتغل هاي عن طريق التوصيل شورت، لكن هذا فقط للفحص. الطريقة الثانية هي بالمكثف، نربط بين الرننج وبين الستار بهذا الشكل، يعني سلك يروح على الرننج هنا من أطراف المكثف، والطرف الثاني يتركب على الأس بهذا الشكل، ونعطيه كهرباء. هذا تلاحظون اشتغل. الطريقة الثالثة هي عن طريق الملف، اذن هذا اوتوماتيك عن طريق ملف يحولنا بين الار وبين الستار ونعطي بداية تشغيل، وبهذا الشكل نربط الجهة الثانية مالة السلك ونركبه على الكبريسر على الضغط بهذا الشكل ونعطيه كهرباء. اشتغل ايضا، وهاي الطريقة هي الثالثة. اذا عندنا سبقت الطريقة الرابعة، هي باستخدام الستارت الحجري، هذا موجودة بداخل حجرة وقطعتين معدنيات يوصل ويفصل. ايضا نفس الطريقة، مكان ما نربط على الرنج نربط على الستارت الحجري والركبة بهذا المكان. وان شاء الله إذا تلاحظون اشتغل. ها هي الطريقة الرابعة لتشغيل 134، أربع طرق. هسه بقى عندنا أخير شيء على 134، نريد نعرف قوة الدفع مالته، هل هو ضاغط قوي ناجح ما بيشي لو هو ضعيف. ننطيه كهرباء اشتغل، وبلاستيك قطعة من البلاستيك مثل هاي، ونقفل الدفع هذا، لان اذا خليت صبعك راح يقص صبعك وما تقدر تضغط بقوه، فبهذا الشكل وتقفل حيل. اذا لاحظ ما اقدر اقفل لانه قاعد يطلع الهواء يسرب، اذا الدفع ماله قوي وما في شيء، لكن اذا وقف الدفع مال الهواء يعني الضغط ضعيف وما يقدر يعبر من الغاز من الكبير. إذا الضغط عندنا مستعمل وريد نعرف الكمية مالت الزيت اللي موجودة بداخله، نطلع الغاز من هذا الانبوب اللي هو أقل واحد بيهم، يصير يكون الارتفاع ماله أقل واحد، نقلب الكبريسر عليه ونطلع الزيت اللي بداخله ونبدي نقيس. القياس ماله شلون يكون؟ يكون بين، نخلينا قطعة خشبة بهذا الشكل ونقيس شوية الأرضية، نقيس الارتفاع. هسه هذا الارتفاع هو 20 سنتيم، نقيس الارتفاع ويا القطر مال الماطور بهذا الشكل. الارتفاع والدائر، المحيط ماله هو 60 والارتفاع 20، فنضرب 20 × 60 × 0.44 يطلع عندنا بالغرامات، هو قياس كمية الزيت اللي راح نوزنها ونخليها بداخل الكبريسر. طبعا وهاي النسبة هي ثابتة لكل الكبريسرات اللي هي 0.44. هسه ان شاء الله كان صارت عندكم شوية فد اطلاع ومعرفة به، هو الارتفاع بالمحيط في 0.44 تطلع لك بالغرامات كمية الزيت اللي تديره هنا بداخله داخل الكبريسر تبدي تسحبه منه. خلصنا من ال 134، هسه راح نبلش بالR 600.
الار 600 ما يشتغل بالستارت الحجري ولا بالملف ولا بالشطال ولا بالمكثف ولا باي شيء. الا كارت خاص به هو يشغل هنا موجود. هنا موجود اقول اوامر موجود. موجوده به موسفتات ثلاثه مربوطات. لان هو يعتبر محرك خطوي هنا بالداخل. وانت على شكل نبضات لكل الملفات. الغايه من هذا هو من اجل تقليل السرعه والتسريع والتبطيء بدفع الغاز. هاي الفائده مالته. والغايه الثانيه هي اقتصادي. والشيء الثالث هو الحفاظ امان الغاز اللي بداخله. هو موجود غاز شعال. فهذه الطريقه تكون امينه. اقول اي حمل او فد شيء اوفرلود راح يفصل. فمخلي له كتف عقل كارت. وهاي هي دواخل الكارت اللي موجوده. موجود هنا باور سبلاي يشغل لنا العقول. الترانسيسترات اللي موجوده هنا هاي عليها تبريد هنا موجود حتى يشغل لنا المحرك الخطوي اللي موجود هنا ينطي نبضات ويفرها. والمكثف هذا والدايود هذني هنا يشغل لنا هاي البورده. هذا عقل هنا وهذا الباور سبلاي مالهم. طبعا هذا راح يتركب مباشره هنا راح يتركب على الماطور. ايش يتركب؟ يتركب ثلاث اسلاك ويتركب وياهم الاوفرلود. هذا اوفرلود من يصير حمل او يصير اي شيء بالماطور راح هذا يفصل بهذا الشكل. بهذا الشكل هنا يتركب. وهاي اللوحه الرئيسيه الكهرباء الرئيسيه اللي تدخل كهرباء مباشره هنا 220 على البورده. لكن امر التشغيل يجي بهذا الخط. يجي منين؟ من الكارت اللي موجود فوق الثلاجه بالاعلى. امر مالته يستلمها من الباب اللي موجود او بداخل الثلاجه موجود الليمت اللمس الموجود. انت راح تنطي البروده والحراره ايش قد فيحولها الكارت. والكارت بدوره ينقلها على شكل ارساليات من المذبذبات للمحرك هذا ويبدي يحركه لنا بالسرعه اللي يريدها وبالبروده اللي يريدها. اذا تريد تفتح اي ضاغط فطريقه تصليحه وفتحه هي انك تقصه منا من منتصف المصدر هاي اللي موجوده هنا منا بالمنتصف. اذا قصيته منا بالمنتصف راح يطلع عندك قسم مثل النثيه والذكر يتداخل شي بشي ويقفل عندك بدون ما يصير عندك اي خربطه او اتساع هنا. وبعد ما تخلص راح تلحم نفس المكان وما يصير عندك لا ارتفاع ولا اي شيء. فالقطع يكون بنص هذا الليبل منا يعني بهذا الشكل. يكون القطع بهذا الشكل بنص المسطره اللي موجوده بنص الكبرشر الضغط منه. بعد ما تقص وتكمل بالكوسره راح ينفتح عندك الغطاء بهذا الشكل. تحاول تنظف الحديد هذا كحديد هنا ينغسل. هذا يغسله بنفط عادي ينغسل. تبدا تغسله منه. واذا تشوفون المحرك اللي موجود بداخل هذا هو المحرك الخطوي. هاي الخلايا اللي موجوده بداخله تكون بهذا الشكل. هاي الملفات اللي بداخله. طبعا ملفاته ما بيها شيء. اذا تريد تطلع الملف منها من الداخل وتشتغل به راح تفتح بس برغ واحد. مجرد انك تفتح برغ واحد تطلع هاي الماكينه كلها. يطلع الملف وتطلع البستم والضغط. طبعا اذا اشوف انه هو جديد كله بعده جديد البرغ هذا اللي ينفتح اللي عليه الانبوب بهذا الشكل. بدي نفتح به راح تطلع عندنا الدفع. هذا البوري هو مال دفع بهذا الشكل. ونخلص الفيشه اللي موجوده هنا. هاي الفيشه مالت الكهرباء نرفعها. انتهت. هسه الماكينه طلعت عندنا. مجرد ان نشيل هذا بس نغير مكان الكلبسه نخلصها ونرفع السلك منه ويطلع عندنا الميكانيكي بهذا الشكل. هسه هذا الميكانيكي طلع. هذا هو المحرك الخطوي اللي موجود بداخل ار 600. اللف ماله جدا بسيط بس هو ما يحترق. طبعا مستحيل يحترق الملف هذا لان البرنامج مال الحمايه اللي موجود بالكرت يحافظ عليه. واذا تلاحظون مثلا ماكو نشاره او شيء موجود بداخل القبق يعني كل شيء ما بي. والزيت اذا ماله ابيض اللي بداخله ايضا معناته الميكانيكي سليم وجديد
وبعد بإمكانية زمن تشغيل إضافية. وطريقة إرجاعه أيضا جدا بسيطة بنفس الطريقة، يترجع كوع ثلاث جوا صايرة بهذا الشكل، ونرجع هذا الدفع أيضا هنا بنفس المكان اللي قاعد، وهذا المقبس هاي الفيشة الثلاثية اللي موجودة لنفس المكان تترجع هنا ونشد البلد. رجعنا هسه للميكانيكي لمكانه. ملاحظة، إذا بعض الضواغط موجود بها الفيش هاي البنات مالات الاوتوماتيك قمة الهرم صايرة للأسفل، يعني الأوفرلود داخلي بداخل الكبرسر، لكن إذا عليه يعني ماكو موجود بي أوفرلود، الأوفرلود ماله هو خارجي. إن شاء الله تكونون استفاديتوا من هذا الفيديو، اللي ما مشترك يشترك بالقناة، إعجاب للفيديو، السؤال بالتعليقات. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.